اكتواليتي شنو اللي صار اهم الاخبار الثقافيه اللي صارت الاسبوع هذايا في اجندا كولتوريل. اجندا كولتوريل. اجندا كولتوريل. نبداو بتواصل مهرجان نابل الدولي اللي انطلق من 24 جويليه لغايه 18 اوت بالمسرح الهوائي الطلق من نابل، مشاركه مؤسسه الفيلم الفلسطيني في سوق الافلام في جنوب افريقيا، حيث قدموا 3 افلام روائيه قيد الانتاج وقاموا بتنسيق برنامج افلام بالتعاون مع مجموعات تضامن جنوب افريقيا. ايضا فيلم السودان تذكرنا للمخرجه التونسيه هند المد بيشارك في مهرجان تورونتو الدولي للفيلم. يعرض الفيلم الوثائقي السودان تذكرنا للمخرجة التونسية هند المدب لأول مرة في أمريكا الشمالية، وذلك في إطار الدورة 49 لمهرجان تورنتو الدولي للفيلم التي تنظم فعاليتها من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل في مدينة تورنتو بكندا. أيضا تدعو الديناميكية النسوية إلى جانب الجمعيات والمنظمات الوطنية الشريكة والأحزاب الديمقراطية التقديمية للمشاركة في مسيرة النساء الاحتجاجية التي ستنطلق من بطحاء محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وشارع الثورة، وذلك يوم 13 أوت 2024 على الساعة 6 مساء. أيضا نهني والباحثة التونسية سونيا الجملي اللي تحصلت على جائزة أفضل بحث علمي نسائي، وتولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى رفقة السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة صباح يوم الجمعة 9 أوت 2021 بقصر الحكومة بالقصبة تسليم جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة في الواقع التونسي ومعالجة النفايات وتثمينها، والتي آلت إلى الباحثة سونيا الجملي على بحثها العلمي حول تثمين فضلات تقشير البطاطا وصناعة مواد لتجنب الملوثات الضارة من أجل معالجة فعالة للمياه. كانت هذه أجندا كولتوريل. أجندا كولتوريل. أجندا كولتوريل. شوية آخر نرجع لكم المهرجانات السنة كيفاش كانت رأي الجمهور في مهرجان الحمامات ومهرجان كارتاج، كيفاش كانوا كيفاش تفاعلوا معاهم. لكن قبل طلع عليكم ملاك الدوزي في موجز الأخبار.